السلام عليكم. انا حيمه ولد بن سعيد، جوجي الكتاني الله يرحمه، من 85. خليني في واحد الدار، هاد الدار هو خالق فيها، ولد ولادو فيها، عنده 104 وهو ساكن فيها، ملي تزاد فيها هو ساكن فيها. مات في 85، مات في 85 في 2006، فاش واحد السيد جا قال لك شراها، باغي يسيبني انا غادي ضحيه انا ولادي، ما عندي فين نمشي. دابا كنطلب من الله وجلاله وكيل الملك هو يشوف لي من هاد الشيء هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. راه أسرة غتشتت، راه ما عندي ولاد، ما عندي حتى شي واحد، لا عندي غير البنات غير حبورات، ما عندي فين غنمشي بيهم. عندي وحدة سامح لي فيها الراجل بثلاثة الأولاد، هاب سامح لي فيها، أنا قاعدة في هاد الدار هو قال لك جا، أصلحت، هالوقت الإصلاح عندي، ما جا حبسني، ما كاري لي قال لك داير لي في خصخل كيراك، ما كاري لي هاد السيد ما كنعرفو ما كيعرفني، هادي 11 عام كيجرني في المحاكم. لحني الله رحيم، انا كنطلب من الله ومجلس وكيل الملك هو يشوف لي هذا الحل. وسيد رئيس المحكمه راه عندي الجلسه نهار 4، نهار شهر 4 راه عندي الجلسه، انتم تشوفوا من حالي اللي غنتشرد انا واسره الاولاد، ما عندي في غنمشي بيهم والو. هالوقت الاصلاح عندي، الحاله المدنيه دراجلي عندي، فيك خالق هو في هاد الدار عنده 104 وهو ساكن فيها، خلاني فيها، وليداتي فيها، غير بنتي عندها 83 عام، ربيبي كلشي، اللي مات مات واللي باقي بالحياه بالحياه. هاد السيد عصبت عليا وقال لك باغي يخرجني، انا في غنتشرف باسره الاولاد، راه اسره، انا حقي في حجر الله والمسؤولين وجات وكيل الملك، والله ينصر سيدنا لما شوفوا في هذا الموقف ديالي انا اللي غنسيب انا ولادي. انا كنترجى الله وكنترجاكم. لا حول ولا قوه الا بالله، يا رب انا حقي عند الله. هاد السيد ما باش شاري بعقد الشراء، من عند من شاري؟ ما بغى يبين لي من عند من شاري. هاد السيد اللي بايع له واش ما عرفش الدار عامره؟ انا خصني كنطلب من الله هادو اللي باعوا لي يحضروا، يبانوا لي في كانوا غايبين، في كانوا. انا في الدار من 85، انا عندي فيها 53 عام وانا في هاد الدار، غا انا عندي 53 بلا راجلي، عنده 104 وهو خالق فيها، ولادو فيها، خوه فيها، كلشي في هاد الدار. انا حقي بحجر الله وحجركم، الله ينصر سيدنا ديروا لي شي حل. كنطلب من جلاله وكيل الملك هو يشوف هاد الملف ديالي، الملفات ديالو كلهم كيتقاو الى الملف ديالي، انا ما كيتقراش، ما كيتقراش الورقه ديال الضو في سميت راجلي، حل مدنيه تما، عقد زياده تما، كلشي عندي في هاد الدار، كلشي عندي في هاد الدار. صلحت، عندي ورقي اصلاح، علاش ما كنت كنصلح ما جاش حبسني يقول لك الدار ديالو؟ عاد صلحت، علاش ما جاش حبسني ويقول لك الدار راه ديالي؟ خليني حتى صلحت وضعت ودابا جايب لي ورقه الافراغ، فين غنمشي؟ فين غنمشي بهم؟ انا ما عندي فين غنمشي بهاد الولاد، اللي غنسيب في الزنقه بهم ما عندي فين غنمشي بهم، كلهم حبورات وكلهم حبورات وكلهم مجوج، عندي وحده سامح لي فيها راجل ثلاثه د الاولاد، ما عندي فين غنمشي بهم. دابا كنطلب الله ومن جهة وكيل الملك هو يحل هاد الملف ديالي ويشوف شنو هو كاين، راني ما عندي فين غنتشرد، راني ما عندي فين غنمشي بهم.